هلا حبيبي. اهلا ضيغم الساعدي، اول واحد يفوت، حاضر دائما على راسي يابا. عليكم السلام. هلا باسم، زمان مو سامع هذا الاسم العراقي. هسه راح تفطر؟ ليش وين انت؟ باي بلد؟ شايفه احسن الظن طلال، لو واحد ثاني يسمع يقول لك تفطر يقول ليش تفطر صايم؟ لا باي بلد. ارحب، نعم الله عليك ليث جيناين، نورت حبيبي. لازق بالانستغرام جيناين، اكتب لنا منين انت، خلنا نعرفك يابا. احسن نوعيه بروتين، احسن اكثر بروتين فيه نسبه كربوهيدرات عاليه، لان الكارب هو اللي يزيد الوزن. الله حي لبنان جوي من داخل روسيا العظمى، يا على راسي والله، انت وروسيا كلها وفلاديمير، من كريمية لين ما توصل موسكو، باي مكان بروسيا حبيبي. سيف على راسي، يوم للحية. ليش يوم للحية؟ حرام عليك والله، قلبي مو مطيني اني اشيلها، الله يسامحك. وانا هم احبك طخ، على راسي يا جيناين، على راسي لبنان. عبد المعين الله حي الجزائر، كنت تتابع مقاطعي وانا ابث؟ والله امنيتي، امنيتي يا شباب اللي يحب جانتي من صدق، انه اذا اشوف مقاطع سابقه انا كنت اسبها يحاول يبلغ عليها، خلاص يبلغ عليها، بلغ عليها تبليغ وخلاص عاوني تلغي. والله زيانة ببلاش، لأن كانت خلص العقد مالي الحمد لله، إن شاء الله عقبال العقد الجديد الكاسر. ولا على مود الفيلم كانت اللحية والشعر، لأنه الشعر كانوا يحطون بيه اكستنشن على مود يربطوه، على مود يربط، فخلص العقد مالي قبل تقريبا شي 3 أسابيع، بس ظلت اللحية والله قلبه مو منطيني أشيلها بصراحة. عادي استمر اخذ الماس باستمرار؟ اي عادي تغيره، العفو تاخذ نفسه ماكو مشكله، لكن انا افضل انه دائما اغير، اجرب نكهات، اجرب شركات يعني. عز ولا شكرا حبيبي، رمضان مبارك. انا مزاجي الحمد لله يا دائما زين، بس وقت الهرمونات يتخربط. ابن بغداد، علاج للانزلاق الفقرات بغض النظر عن العلاج الطبي اللي يصير لها، لكن نقدر ندرب عضلات البطن وعضلات العمود الظهر، يعني اسفل الظهر او وسط الظهر. الكاسر ويلد، والله ادري رح لحيتي قبل احلى، بس انتوا تجربها، انت لو بس تجربوها، واحد مخلي لحيته لمده سنه ما ينطي قلبه يشيلها والله العظيم. الكرياتين لازم كمية الجسم طبعا، يعني أساني مثلا وزني 120 كيلو، معقول أخذ 5 جرام كرياتين بس باليوم؟ ما يكفي صح لو لا؟ خويلد على رأسي حبيبي، على الفيسبوك كان أحد هو يقول أنا جانتي وينشر مقالاتك، إيه أكو هواية حبيبي مو بس على الفيسبوك، ما يهموني هذول، بس المهم ما ينشر شيء سيء يعني، لأنه باللايف سابقا كنت أسب وشغلات هاي مو حلوة. وزني 80 وطولي 174، الضخامة أحسن لو تنشيف، ما تقدر تحدد هذا الشيء حسب هدفك أنت. الموصل، الكرياتين ما تنصح فيه لو عمر تحت 18، حتى لو عمرك 18، حتى لو عمرك 20، حتى لو عمرك 30، حتى لو عمرك 40، حتى لو عمرك 45 وتريد تاخذ كرياتين ما انصحك اذا انت ما عندك عضلات، هاي الفكره حبيبي. امير، الفرق بين امينو 10000 وامينو بس الاسم، الاسم فقط، الاسم فقط، حتى الدوز اللي بداخله ما يفرق الا من شركه لشركه، الاسم فقط، امينو 10000، امينو 100000، او امينو 20000، 4 2-ات، الاسم فقط، كلاوات كلها بس الاسم. على راسي صدام النعيمي، نظام
لو كارب افضل ولا الكيتو؟ ماكو شيء اسمه لو كارب، انت اذا تريد تنشفك والاكل صحي. على راسي موصل. اتمرن قبل الفطور ولا بعد؟ راح يخلص رمضان. انا اتمرن قبل الفطور وانصح الناس لانه مستحيل راح يطلع عضلات برمضان. لهذا السبب اقول اتمرن قبل الفطور على مود ينشف جسمك، تنظف الكبد مالتك، تهتم بصحتك. قطري يحيى على راسي. حبيبي على راسي. ها منتظر. ليش ريدنا نقول منتظر؟ ايدي انكسرت قبل فترة فصارت بي خوفة من ارفع اوزان. اذا طابت 100% ارفع اوزان عادي. نفس المنتج، بودرة وحبوب. مثلا انا احب الحبوب ليش؟ لان احطها بالجنطة وياي اتنقل بيها بكل مكان. البودرة تبهذل، يراد لها مي ويراد لها خلط ويراد لها. تشمم البارحة طيب؟ طيب والله، بس الظاهر سوالي جالي ما اعرف شنو القصة. نعم الله عليك. ثانيا وزني 85، نسبة العضل 63، ايش قد اخذ بروتين؟ كم غرام؟ اي اضرب 63 في 2. افضل هرمون اللاعب قوة بدنية وفنون قتالية. اول شيء ما يصير ياخذ انجكشن لانه مبالغ في الموضوع، لكن ممكن ياخذ راد 140 سارم اذا اصلي اكو. اي مشكلتنا مع البروتين يا شباب، احنا الكليه مالت البشر، الكليه مالت الانسان، الله خالقها للانسان الصياد اللي يوم يلاقي بروتين ويوم ما يلاقي بروتين. هاي سمعتها من دكتور سعودي رائع جدا طبعا. للانسان الصياد، يعني انت اذا زدت البروتين اكثر مما يتحمل جسمك راح تبلش عندك المشاكل. فاحنا نقدر نتلاعب بكل شيء بالجسم، بالكربوهيدرات، بالكربوهيدرات، بالدهون، بالفيتامينات والمعادن، إلا البروتين ما نقدر نتلاعب به. إذا زدنا من البروتين بالجسم راح يسبب لك ترسبات بالكلية، وراح يسوي لك دهون، وراح يسوي لك مشاكل صحية. فحاولوا البروتين دائما أخذه على قدر جسمي وبس. أهلا يا عطا، شكرا. دكتور سيريوس الله حيه. كريسمس. كيف نتخلص من انتفاخ البطن؟ اول شيء المعدة تقسم على ثلاثة، جزء للاكل وجزء للمي وجزء هواء. احنا قاعد نعبيها كلها اكل، فما يصير عندك، لازم يصير عندك انتفاخ، ما قاعد يكفي. لو تخلي جزء للهواء الانتفاخ ما يصير، لان الانتفاخ يكون داخلي بالمعدة. فالفكرة ان كميات الاكل اللي قاعد ندخلها للمعدة، لهذا السبب هواي ناس ما يصدقون انه انا اكل وجبة صغيرة. انا وجبات صغيرة لكن هواية، هاي الفكرة، مو وجبة كبيرة وقليل، لا ما يصير، على مود الشخص يستفاد. فالانتفاخ طبيعي يصير عندك. ثاني شغلة بانه لازم ضروري انك تدخل الخضروات بكل وجبة تاكلها. اكيد اسوي له بلوك، اكيد ماكو مشكلة. الوحش. أغلاط، كلامي كله أغلاط. خلاص لا تتابعني حبيبي، ما حد قال لك أنه آني فد واحد نازل من السماء شايفني غلط، لا تتابعني خلاص، روح تابع ناس تفيدك. يصير أتدرب 3 أيام بالأسبوع؟ أي نعم، إذا ما عندك وقت ليش لا، ممكن. إصابة الكتف شنو علاجها؟ الراحة، دهون صحية، التشميس، فيتامين دال، تمام. وهي هاي. ثاني شيء الراحه، يعني توقف عن التمارين كلها. وليد الوحش على راسي، شكرا يا عطا. فارس. البيبتايد والجروث لتنزيل الوزن زين. اول شيء خلينا نروح على الجروث هرمون. شنو هو الجروث هرمون؟ هو احماض امينيه، تمام. شلون يشتغل الجروث هرمون بالجسم؟ رفيق حبيبي رافت، شلون يشتغل الجروث هرمون بالجسم؟ الجروث هرمون اذا لقى عندك تغذيه جيده ودهون جيدة وراحة جيدة يتفاعل عندك ويزيد وزنك ويزيدك عضلات، لكن إلى أعضاء ثانية ما راح نتكلم عنها. إذا أخذت الجروث هرمون وأنت عندك دايت وحمية وقليل الكالوري وقليل الكربوهيدرات وقليل السعرات الحرارية راح يصير ينشفك. ليش؟ لأنه يصير يمتص اللي موجود بالجسم. فالجروث هرمون يعيش ويتغذى على اللي موجود بجسمك، تنطي تغذية يعيش،
ماكو تغذيه يصير يحرق. هاي فكره الجروث هرمون. لهذا السبب لما تروح على مدرب يقول لك جروث هرمون للضخامه يقول لك اخذ جروث هرمون للتنشيف اخذ جروث هرمون. فالفكره انت بالدايت مالتك شنو قاعد تسوي؟ هاي شغله. الشغله الثانيه البيبتايد. شنو هو البيبتايد؟ هو اجزاء مجزأه من الجروث هرمون. مثلا عندنا الفراجمنت هو 18 حمض امني ماخوذ من الجروث هرمون اللي مسؤول عن حرق الدهون. عندنا سي جي سي هو احماض امنيه ماخوذه من الجروث هرمون مسؤول عن حرق الدهون. وعندنا شنو بعد؟ عندنا بعد همتين هن هذن الاثنين المسؤولات عن حرق الدهون او الجروث هرمون نفسه ناخذه. فبهالشكل هذا الواحد يتعامل ويا الجروث هرمون. شكرا يا عطا. اكيد البلوكات شغاله حبيبي. دائما 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 البلوكات شغاله. بس سايلنت اي شخص يحاول يصير ظريف او يتطاول بلوك وخلص انتهى الموضوع. ان شاء الله اسوي 10,000 بلوك والله العظيم ما يهمني. تمام فخلاص انظف. هاي هو الخسران كل الاحوال ان كان انستغرام وان كان تيك توك وان كان سناب شات وان كان اني وير. اي واحد يتطاول اسوي له بلوك خلاص وهو الخسران. لا راح يستفاد من معلومه ولا راح يلاقي مكان يقدر يسالني به. شنو اسباب بطيء تطور العضله؟ يا اما النوم مالك غير كافي، يا اما تغذيتك غير كافيه، يا اما راحتك غير كافيه، تمرينك اكثر ما يتحمل جسمك. اغلب المدربين ما ينصحون في استطاله الصدر مثل ما انت نصحت. ليش؟ مو بس تركنا من الصدر، اي عضله ثانيه اذا ما سوينا استطاله. انت تقول اغلب المدربين، ما ادري منو هذول المدربين اللي قاعد تروح عليهم. اذا انت بنظرك اسمهم مدربين، فالمدرب اللي يقول ماكو استطاله لعضله الصدر هذا مو مدرب. هذا مو مدرب. المدرب اللي ما عنده عضلات هذا مو مدرب. تمام. المدرب اللي يقول لك استطاله ماكو للصدر، اريد افهم شنو قاعد يتمرن اذا ماكو استطاله للصدر. المدرب اللي يقول ماكو تسلسل بالتمارين، شنو من مدرب اللي ما يعرف انه التمارين بها تسلسل؟ المدرب اللي يقول الاجسام مو انواع، شنو هذا المدرب اللي ما يعرف انه الاجسام انواع؟ المدرب اللي ما يعرف بانه اكو تمارين استطاله وتمارين ضاغطه، من شنو من مدرب هذا؟ فحبيبي انت تقول مدربين، اكثر المدربين منو هذول الاكثر المدربين؟ انت اصلا مو جايب الجواب صحيح، مو سال السؤال صحيح. اكثر المدربين وين هم هذول المدربين؟ تمام. اذا واحد ما يلعب فتح صدر شنو يلعب بالصدر؟ إذا واحد ما لعب غطس متوازي شو وقت يلعب الستريتش؟ إذا واحد ما لعب بالأوفر شنو معناه تمرين صدر مالته؟ إذا واحد ما سوى فتح أو استطالة لأي عضلة يتمرنها بجسمه شو وقت راح تكبر العضلة؟ هذا غباء من أي شخص يتكلم ويقول أنا ما أسوي استطالة للعضلة. هذا غباء، ما راح تكبر عضلاته أصلا. استطالة هو ستريتش، إذا استطالة ما تعرفها. ألعب أسبوع رايح أسبوع، لا مبالغ فيه. إصابة الكوع للتنس راحة فقط، راحة 100% راحة، ممنوع أي تمرين. الكرانتين حقن HD؟ شكرا. الكرانتين حقن لا مبالغ فيه. هواي ناس يبالغون بموضوع الكرانتين الحقن، مبالغ فيه، مو سحر يعني. هو إذا أخذت الكرانتين وحارق دهون وجروث هرمون وبيبتايد والأكل مالك مو تمام ما راح تحرق دهون. حاضر، ما راح اجاوب، بلوك وخلص. حازم، ما سبب وجع على عضلة الساعد؟ مو الساعد، انت قصدك هذا لهنا، مو الساعد، هذا العظم لهنا. نقص تغذية واجهاد الجسم اكثر ما يتحمل. ما هي فوائد هرمون الداينابول؟ شقد بي مضار؟ قول مو فوائد. ممكن كورس؟ هذا السؤال المتخلف، مع احترامي لك طبعا لا تزعل من عندي، بس هذا السؤال المتخلف اللي خلى اي الجاي يصير مدرب. ممكن كورس وتلاقي المدرب شار كورس وانطاك اياه بدون ما يعرف مستواك، جسمك، شنو حاجتك، شنو هدفك من الكورس، شنو يحتاج جسمك، شنو تاخذ هرمونات، ما تاخذ هرمونات، تاخذ سابلمنت، ما تاخذ سابلمنت، تريد تنحف، تريد تزيد وزنك. هذا السؤال هو اللي يخلي اي جاي يصير مدرب، لانه ينطيك برنامج كوبي بيست، خلاص روح اتمرن. فما يصير حبيبي،
ما يصير. لازم لما تسأل سؤال أريد برنامج شخص يعرفك، يعرف مستواك، شنو هدفك، شنو تريد، مو اعطيني كورس وخلاص، ما يصير. الله حيك حبيبي فارس، فراس فراس، ايه تغيرنا، غيرنا الحلاقة. أنا مو ثابت حتى بالإمارات، مو ثابت، دائما أطلع أروح وأرجع. نواف الحمد لله ضعفان ورا رمضان نعوض ونعوض. الحالة النفسية هم لها دور، 99.9% من الحالة النفسية لها دور بلعبة كمال أجسام، بس ما مو هواية. الحالة النفسية ولعبة كمال أجسام مو كلش هواية الموضوع، 99.9 يعني واحد بس هو تمرين وهرمون وأكل وتغذية وكل شيء. أرد والله لما أنا ألحق أشوف السؤال أرد بعيوني، واللي ما ألحق عليه يكتب سؤاله يوتيوب وأجاوب عليه. يصير أتمرن يومية، حتى لو عندك تغذية، حتى لو عندك بروتينات، حتى لو عندك هرمونات، حتى لو تنام بشكل جيد، ما تقدر تتمرن يوميا، لأنه هذن كلهن ما راح يوفرن لك الطاقة العصبية اللي تنفقد من جسمك. الطاقة العصبية شيء، الاستشفاء العصبي والاستشفاء العضلي شيء ثاني. جسمي هو أصغر أحلى، والله أدري، حتى عروض قاعد تجيني هواية مال تمثيل وشغلات، لأنه أكثر العروض السابقة مال التمثيل ما يرضون بيها لأنه ضخم. يعني واحد من العروضات اللي جتنا، ما راح نقول عليه فيلم معروف مشهور حاليا عربي طبعا، رادوني بالفيلم طبعا بعد ما رحت هناك وشافني المنتج وشافني المخرج اللي قاعدين، فقال لي بأنه جسمك أكثر مما ممكن يتقبل الكاميرا، أكثر مما ليش، شنو السبب، ممكن نضبط، ممكن ننزل الوزن. قال لا ما راح ينفع، يراد لفترة طويلة على مود ينزل الوزن، ما راح ينزل بسهولة. الشغلة الثانية قال لي بأنه بهاي الضخامة مال جسمك، الاتنشن مال الناس، الاهتمام مال الناس أثناء تصوير الفيديو راح يصير عليك، راح ينترك الممثل وتنترك القصة وراح الفوكس يكون عليك، فالفيلم ما راح يكون إلى معنى. فقال لي هاي مشكلة كلش كبيرة عندنا ياها بالتصوير، فلهذا استسلمت. ويا ما ضعفه تيجي بعد موقع عروض، بس إن شاء الله تيجي عروض. حبيبي على راسي. ايه يا مصعب صحيح، التستوستيرون سر بناء العضلات؟ مو سر التستوستيرون، هو اساس بناء العضلات، مو سر حبيبي. هل في تمارين مخصصه لشنو؟ لساعد على الديد ليفت؟ لا، الممارسه بالديد ليفت فقط، لكن ما ننسى ان الواحد يقوي اسفل الظهر، عضلات الهيبس. جزاك الله خير اخوي، والله لو اذا ما اشوف السؤال ما لحق ارد عليه. أنت شايفني قاعد أتكلم، لما نتكلم مليون سؤال يمر ما نقرأ. شنو تمرين برمضان؟ لهسه ما تعرف شنو تمرين برمضان، راح يخلص رمضان. هل أستطيع الجمع بين الرياضة كمال أجسام والقوة البدنية؟ لا، لأن القوة البدنية تحتاج مجهود كلش خاص بيها، ولعبة كمال أجسام تحتاج راحة خاصة بها، فالموضوع يختلف. شكرا يا محمد على راسي يا دي، جزاك الله خير حبيبي، أبو عراق طبعا، عراقي دي. ليش ما شارك بطولات؟ ايش راح استفاد بالبطولات؟ اللي كانوا يلعبون مثلي بلعبة كمال أجسام اللي بلشنا سوي المحترفين، شنو مستوياتهم هسه وشنو مستوى جانتي حاليا؟ فإن شاء الله ما شغلت بطولة وانجكشن وحد عضلات وشهادات، لكن ما عندي فلوس بها خير أعيش، أو ما عندي، ماكو فايدة. الكرياتين برمضان، السؤال قديم هذا حبيبي، خلاص رمضان. الكرياتين برمضان مو انه مضر، بس ما راح يشتغل لانه يريد مي. واكو واحد ثعلوب امعه اتكلم عن هذا الموضوع وقال عادي انه ناخذ الكرياتين برمضان، لان الكرياتين يخزن المي داخل العضلة، يسحب المي من الجسم ويخزنه داخل العضلة. الكلام مفهوم 100%، طبعا هو صعلوك ضعيف، فقال انه الكرياتين ينأخذ من الجسم ويتخزن داخل العضلة، فهو يحافظ على العضلة اثناء الصيام. زين، انت راح تاخذ الكرياتين اثناء النوم؟ ما راح تاخذه اثناء النوم،
زين انت اخذت الكرياتين وتمرنت انت صايم، منين راح اسحب المي؟ من وين اذا مي ماكو انت صايم قاعد تمرن؟ زين زين انت قاعد تتمرن بالليل، اخذت الكرياتين بالليل على عيني وعلى راسي، والنهار كله انت قاعد تشتغل من الصبح للليل وجسمك ما بي مي والكرياتين يريد مي، ايش راح يصير بيك؟ الكرياتين مو عمل اثناء التمرين فقط، لا عمله على مدار الساعه. زين ايش راح يصير بيك؟ من وين راح يسحب المي؟ من خشمك يعني مثلا يسحب المي؟ ففي تخلف عجيب بهذول الجهال اللي ينزلون يصيرون على اساس يتفلسفون بلعبه كمال. انت ما عندك عضلات، انت اصلا مو مجرب الموضوع، على شنو قاعد تتكلم؟ صح لو لا؟ فمنطق هنا وهو دامم لي كم زحلف زلطعون قدامه وقاعد يتفلسف عليهم. لا يا ابويا مو هيك الكلام، مو هيك، مو مال جهال هي، روح سوي عضلات وبعدين اقعد اتكلم عن الكرياتين. صح لو لا؟ لا ما هي شغل الفكره لما نتكلم على موضوع الكلى، مو فكره الكرياتين، عندك بروتين وعندك سوائل وعندك املاح وعندك معادن وعندك بلاوي الدنيا، مو بس كرياتين. شنو احسن طريقه تترك التدخين؟ اعرف بانه انت لما تدخن وشخص واقف مقابلك تمام وتتكلم وياه، اعرف بانه ريحتك كلش قويه عليه، اعرف هذا الشيء. انت ما تشتمها لكن هو يشتمها ويخجل يقول لك، هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه اعرف بانه 50% من الدخان ماتك راح يفوت بالمعده وراح يؤذي عندك الدايجستيف وراح يؤذي عندك الهضم وراح يؤذي عندك حتى امتصاص البروتين بجسمك. هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه اعرف بانه انت قاعد تقطع 50% من نسبه الاكسجين على عضلاتك او على جسمك بشكل عام. الشغله الرابعه الخامسه اعرف بانه النيكوتين هذا راح يستقر بالرئه مالتك وراح يخلي الرئه مالتك مضغوطه وسوده، وشايفين الصور هاي ماكو داعي نشرح بيها تمام. فإله سلبيات اكثر من ما انك تتخيل، عقلك يتخيل. انا ادخن على فكره بعد هذا الكلام كله، انا ادخن لكن ايش وقت مسخره، اطلع للبر قاعد بالليل برا اشوف فيلم، اطلع على الدراجه، لكن ما اخلطه ويا الاكل، ما اخلطه ويا التمرين، ما اخلطه بعد الاكل، ما اخلطه بعد الحمام، بس بشغله مزاج. واذا انت ثور مع احترامي اليك ما اقدر اغلط وما تقدر الا تدخن، لما تدخن الزم الجقاره وكسرها بالنص ودخن النص او الربع الاخير وذبه خلاص. كابتن في رمضان ممكن تطلع عضلات، جرب، اذا طلعت لك عضلات لك مني هديه اذا انت تصوم. طبعا عندي الم شديد في المعده لما اخذ كرياتين، هذا جوس مو كرياتين. بالعافيه عليك، اضرب نفس وقول له هاي الجانتي. شنو ما فائده الساونا؟ طلع الوسخ. الساونا اول ما اخترعوها البابليين بالعراق، واختراعها نبوخذنصر اتوقع واحد من الكهنه سوى له جدر وحط له بيها مي، وبنص المي حط له خشبه يقعد عليها ويتبخر الجدر. هاي اول اختراع ساونا. فالساونا جيدة يعني بشكل عام، تنشط الدورة الدموية، تريوح الوسخ من جسمك، يعني ضميرك يتصفى، صرت تفكر بنار جهنم مش قد حارة. تدخين نرجيلة أوسخ، ما احنا قاعد نحكي على الدخان. والفيب أوسخ من هذني كلهم، الفيب أوسخ من هذني كلهم، لأن أنت قاعد تدخن 100% مادة كيميائية، كيميكال. أني من أصوم تطلع عضلات، عجل ليش راسك هالكبر؟ ليش شعر ماكو جسم ولا هاي؟ وين؟ على راسي شباب. شكراً. حاضرين حاضرين، بس ثواني اريد احضر لي كم واحد. انت بنيه لو ولد تفاحتين طلع عضلات، ما افتهمت هذا. بنيه لو ولد اشوف شكل ولد وحاط حمره ومسوي شعر اسايد وخدود ورديه، الله يلعنك، الله لا يكثر امثالك. عندنا بالعراق من عندهم هذول بعدهم؟ شنو كل واحد تشوفوه بالعراق حصرا طبعا من هذا الصنف
امسحوا بيه القاع. هذا مو شرف ان العراقيين هيك اشكال هيك اشكالات، خلوها براسكم. كل عراقي شريف قاعد اتكلم وياه، لما تشوفون هيك اشكال ابد اقل شيء اتفل عليه واطلع. اقل شيء اذا ما تقدر تسوي له شيء وتمسح بيه القاع، وهذا هاي ما شجع على العنف بس يعني قاعد احكيها بشكل عام. نريد نحترم مثلا بصراحه بصراحه نريد نحترم واحد مزين حلاقه شعر مو حلوه ما عندنا مشكله، مسوي لحيه على قولتك مثل اني، مسوي شغلات تافهه، يلبس ملابس مو حلوه ما تعجبنا، ما عندنا مشكله بهذا الموضوع ابدا، هاي حريه شخصيه. لكن يتحول هذا ما نقبل هذا الموضوع ابدا ابد ابد، مو عندنا مو عندنا مو عندنا مو عند العراقيين مو عندنا، صح لو لا؟ والله العظيم. صحيح البنج الاعلى ما بيها وسط او على وضيق كلهم نفس الاداء. على راسي حبيبي اتش دي ديل حبيبي رتبه صاحبنا على راسي. هاي امارات شكل امارات والله. على راسي يا ابو لا مو شغله عالي، هذا الفكره بين القبضه وسط وعالي لشخص متقدم. القبضة بين ضيق وعالي وضيق وما أدري شنو، هاي هاي لشخص متقدم عنده عضلات. بس شخص إذا ما عنده عضلات بعده مبتدئ لا، ضروري يكون ملتزم، ضروري يكون مثل ما هو القبضة وسط لكل التمارين وانتهى الكلام. تمام بهالشكل هذا. عز على راسي عادي أستخدم سايكل وأقطع، الأفضل ما تقطع. ليبيا على راسي سيد مشتاق حبيبي، إذا التمرين أكثر من ساعة هم إلى سلبيات؟ إذا أنت عندك هرمونات تأخذ وشغلات لا ما إلى سلبيات بصراحة. إحنا لما نأخذ هرمونات التمرين يسحب أكثر من ساعة. تمام ليش؟ أكو طاقة أكو تحمل أكو شغلات، لكن إذا أنت طبيعي التمرين مالك أحصر رفع الوزن أحصر بين 45 دقيقة ما عدا المعدة وما عدا الكارديو. حبيبي على راسي بودشتي كويت أكيد. البداية دائما الأصعب. أكره شغلة بلعبة كمال الأجسام هو البداية، أكره أيام هي البداية. لأن لما شخص يكون ما عنده عضلات يبلش يتمرن يصير شكل العضلة مثل التثدي أو يصير الموضوع مزعج، لكن تحمل شهر واحد بس شهر يسحب وياك. شغالة البلوكات تفاحتين ولا غير تفاحتين، البلوكات شغالة. أي مسج سؤال ما له داعي لأنه قاعد يخليني أتجاوز الأسئلة المفيدة فبلوك مباشرة لا أكثر ولا أقل. على راسي التهاب عصب كوع ايدي شلون اعالج؟ اترك التمرين. ضروري اخذ احماض امنيه اذا في ضخم عضلات. اي نعم. على راسي ابو جراح ليش اليوم مو عامل ربطه اللحيه بعدين بيزعلوا البنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا شوفوا اكو موضوع اريد احكيلكم بيه عليه والله العظيم. اكو هوايه ناس يفهم المواضيع بشكل مغلوب، خصوصا اللي فايت بالدين عمق، اللي فايت بالدين جديد. فهمت علي؟ والله العظيم خلونا نكون واقعيين، اللي فايت بالدين جديد بنظره كل الناس غلط وهو صح. حتى اذا راح يصلي تمام، حتى اذا راح يصلي وهو يصلي راقي رقب الناس، هذا ليش ما شال ايده بهالشكل؟ هذا ليش السجود ماله سريع؟ هذا يعني اصلي احسن من عندهم. اكو زباله هوايه بهالشكل هذا، تلاقيه هذا الدين متبري منه. الدين لما تكون متسامح ويا الكل بشكل عام، ما يهمك احد غير نفسك وتتمرن خير للكل. يعني هذاك اليوم واحد كاتب لي تعليق قال بانه انت منو ياخذ نصيحه منك؟ انت منو قدوه؟ تعليق باليوتيوب وثبتت التعليق. انه منو ياخذ نصيحه منك؟ انت منو شنو؟ انت ايش دخلك بالاسلام؟ ايش قريب على الاسلام؟ الاسلام خطين، يا اما نار وجنه، وانت طالع للنار لا محاله. كاتب لي اياها بهالشكل حيل. كل هذا بسبب القزع اللي منزله حلاقه، قال لي بسبب كل هذا لانه حال قزع. تمام؟ كل هذا بسبب هالحلاقه؟ تركت الشسمه وتركت هذا وتركت كل على مود هاي راح افوت النار؟ فهوايه ناس تلاقيهم فايتين موضوع ماخذين الموضوع هذا بالعرض. والله العظيم تلاقيه مجرد ضرب ركعتين او قرا له صورتين مرتين ثلاثة فتح المصحف خلاص بنظرة كل الناس كفار وكلهم غلط وهو الواحد صحيح.
عرفت عليه شو، ويدخل للنار ويطلع من الجنة خلاص بكيفه. لا يا عمي، هذول مصيبة، هذول مصيبة 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 مصيبة، هذول هواية من عندهم. فصلي على النبي يا ابو، صلي على النبي، ترى الدين كل بشكله مسامحة، ايش قد قلبك كبير وتحب الناس، انتهى الموضوع. ولا لا تجي الدين اجا هيك ابو المطيطة، هذا مصيبة، هذا غسل ايدك منه. والله ايش رايكم كلامي، ولا هم كذاب انا بعد؟ والله العظيم اللي عنده مشاكل كبد، لا عالج الكبد افضل، لانه كل شيء راح تاخذه راح يضغط على الكبد اكثر. اذا انت عندك مشاكل بالكبد، كل شيء راح تاخذه راح يضغط على الكبد اكثر. هاي المشكله اللي قاعد نواجهها. انت اذا عندك كبد، ما هذا شهر رمضان جاك استفاد من عنده، ما هذا جاك شهر رمضان، انا ليش قاعد انبح صار للزمان واقول لكم رمضان استفادوا من عنده؟ لانه انت اذا عندك مشاكل بالكبد، اي سابلمنت راح تاخذه ما راح ينفعك بشيء، بالعكس راح يزيد المشكله، راح يزيد المشكله وراح يضغط على الكبد اكثر. فانت عالج كبدك. وشنو الكبد؟ شنو مشاكل الكبد؟ يا اما التهاب اعوذ بالله وهذا قليل يصير، يا اما دهون ثلاثيه موجوده بالكبد. نظف الكبد مالتك، تبرع الدم، اخذ ليكالون، اخذ منظفات هاي اللي يسموها الاعشاب مالت الكبد، خلاص انتهى الموضوع. طولي 172، عندي رجفه بدفع الدمبلس. عادي حبيبي، براغي بالشاصي مالك شدهم. اخذ الكرياتين بجرعه اعلى من 5 جرام اذا وزنك فوق ال 100 كيلو عضلات. تريد تصير مثلي خلال شهرين اسوي لك بلوك. قل لي انا قاعد اتساخف او قل لي سوي لي بلوك. هاي الجهال ما يا اخي، اقسم بالله العظيم اخو ثاني على المسجات، مجرد اشوف سؤاله او قاعد يحاول يصير ظريف اسوي له بلوك، خلاص انتهى الموضوع. والله العظيم، وهواي ناس قاعد ينزلون هذا الموضوع يشاقون انه بلوكات جانت، اسوي بلوكات وانظف حسابي كله، يصير عندي 10,000 متابع من ال 200,000، 10,000 بس يحبون جانتي ويتابعوه ويستفاد منه احسن من 200,000 تافه، مع احترامي للشباب اللي يتابعوني. تمام؟ فهذول اللي يجون والله العظيم ما عندي مشكله اسوي له بلوك، حتى لو مو مسوي لي شيء، حتى لو مو مسوي لي شيء، بس اشوفه انه بروفايله تافه او حاول يحط كومنت او حاول شغله يتضارب او يدز لي فيديو ما حبيته اسوي له بلوك، خلاص. تمام؟ اي هي هاي. حبيبي على راسي، ادري هوايه يتفقون وياي، اعرف هذول قله، هذول والله العظيم هذول اللي يطلعون يكتبون كومنتات سيئه، هم نفسهم اللي انا مسوي لهم بلوكات، هم نفسهم اللي انا مسوي لهم بلوكات، يجي من بروفايل ثاني ويكتب بس لا اكثر ولا اقل، ويظل دائما، لان اكو ناس عنده 10 بروفايلات، اكو ناس عنده 6 بروفايلات وشغاله، والشغله اللي هذول اللي جايين هسه هم اللي نفسهم اللي فتحت عليهم البلوكات قبل شهر رمضان، هم نفسهم. ماكو شيء اسمه استخدام موضعي، هاي الشغله جربناها سابقا بالتسعينات قبل ما يتزوج ابوك وقبل ما صير تحبل بيك الوالد الله يحفظها وقبل ما تجي للدنيا. تمام؟ جربناها قبل ما تنخلق انت اصلا، جربناها هاي مالت الموضعي، فشغله تافهه، ماكو شيء اسمه شنو احسن منتج موضعي. حبيبي بطل هالسالفه هاي، العالم وصلت للقمر، ترى بس عندكم موجود هذه فكره الموضعي، ولا نسوها العالم بعد ماكو، راحت اكلها الزمان. اي هي حسابات غير، هي بهالشكل هذا. يلا شباب، على كل حاجه قصر لاني باللايف، خليني اسد اللايف هسه، عاد شباب جايين هسه. اي والله جايين. يلا اشوفكم على خير، رمضان مبارك. تمام؟ واستفادوا من شهر رمضان، وصلوا على النبي، ولا تنسون الفقراء، فقراء لا تنسوهم، لا تنسوهم، خطيه، كل ما تفطر تذكر بكل فقير مو لاقي اكل ياكل. السلام عليكم.